توفي نحو 1200 طفل جراء بعض الفيروسات المعدية وسوء التغذية في 9 مخيمات للاجئين في السودان، وقد يموت آلاف آخرون من حديثي الولادة بحلول نهاية السنة حسب ما أعلنت الأمم المتحدة، وذلك في ظل الحرب الجارية في البلاد. ودقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن تأثير الأزمة السياسية الحالية في السودان على الوضع الصحي للأطفال، بدوره المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف جيمس إلدر، أكد أن المنظمة الأممية تخشى وفاة الآلاف من حديثي الولادة من الآن وحتى نهاية العام نتيجة التجاهل القاسي للمدنيين وتواصل الهجوم على خدمات الصحة والتغذية. وفي الوقت نفسه أشار إلى انهيار خدمات التغذية في البلاد نتيجة المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 5 أشهر.